رمضان رمضان كريم، رمضان رمضان كريم، رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد رسول الله. كنا في كل يوم من رمضان نطل عليكم في حلقات متنوعة ومواضيع مختلفة، واليوم نعود من جديد إلى موضوع نحبه جميعا ونأنس بالاستماع إليه وبالتعرف إلى تفاصيله، لنتابع الكلام عن القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ يحيى الرفاعي الأزهري. كنت وعدت شيخ للمشاهدين بالحلقة الماضية أنه بده يكون في عنا حلقة جديدة إن شاء الله لنرجع نتابع الموضوع، وحقيقة مسرورين بوجودك، نشكرك أنك عم تلبي الدعوة للحلقة. أكرمكم الله. شيخي، القرآن الكريم اليوم نحن بنحمل هالقرآن ونقرأ به، وفي قراءات أمرار بتكون مثلا هروح دغري لمثال، بسمع أوقات شيخ بيقول الهدى، بسمع شيخ بيقول الهدى مثلا، هدول أوقات هيك الناس بينلفتوا لهم، شو عم يقول؟ شو عم بيصير؟ لو بس نفهم شو يعني قراءات وكيف وصلتنا هالقراءات وما إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا الصالحة، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. آمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، إنه على ما يشاء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. القرآن الكريم كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنزله جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه هو الموجود بين أيدينا هو عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي. نعم. الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، والقرآن هو كلام الله، ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما القرآن كلام الله، وهذا الذي بين أيدينا نقول عنه كذلك كلام الله، بمعنى أنه عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي. نعم. الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن صفة الكلام كسائر صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. جبريل عليه السلام لما أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ونبينا يقرأ، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كان يأمر بعض الصحابة، كان يأمر بعض الصحابة ممن كان يكتب، بعض الصحابة كان يكتب، ولكن الغالب عليهم كانت الأمية، هو الذي بعث في الأميين. نعم. فغالب القريش والعرب كانت تغلب عليهم الأمية، في بعض كان يكتب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الكتبة أن يكتبوا ما أنزل عليه، الرسول يقرأ والكاتب يكتب، فهذا هو أول ضبط للقرآن الكريم، أول ضبط للقرآن الكريم. حنبلش من أوله الحديث من وصال للقراءات وما إلى ذلك. نعم. فهذا أول ضبط، سمع جبريل ثم أقرأ الصحابة، الصحابة سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمع النبي قراءتهم وكتبت هذه كتب هذا المقروء في صحف على الجلد أو على نحو ذلك. الشيخ بس جبريل قرأ، سمعه محمد عليه الصلاة والسلام قرأ عليه. نعم. ثم ذهب رسول الله وقرأ على الصحابة. أيوة. سمعه الصحابة ثم قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهون بهذه المرحلة صار الكتابة. هذا المنهج النبوي في تلقي القرآن. نعم. نعم. هذا هو المنهج النبوي في تلقي القرآن. هنا لما النبي أقرأ الصحابة أمر من يكتب،
فكتب القرآن كله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبقى آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتبت. يعني القرآن مثل ما نعرف، مثل ما ذكرنا، كان ينزل منجما، يعني ما لم ينزل بالترتيب اللي هو هلأ موجود، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، هكذا. إنما أول ما نزل من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد ذلك صار ينزل منجما. لما كانت تنزل السورة أو الآية، كان جبريل عليه السلام يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ترتيب هذه الآية في السورة، يعني موضع هذه الآية في السورة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب السورة بين السور، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة هذا ترتيب توقيفي بأمر الله عز وجل، بأمر الله تبارك وتعالى. وترتيب السور من الفاتحة إلى الناس كذلك هذا ترتيب توقيفي، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرتبوا الآيات وأن يرتبوا السور كما علمه جبريل بأمر من الله تبارك وتعالى، مع أنه ما نزلوا كلهم دفعة واحدة، مع أنه ما نزلوا كلهم دفعة واحدة، إنما تنزل الآية والآيتين والسورة والسورتين كما ذكرت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى صار القرآن كله مكتوبا بين يدي الصحابة. يعني نعم هذا عنده صورة، هذا عنده صورتين، ما كانوا مجموعين بموضع واحد، بمصحف واحد، لا، إنما كان كله مكتوبا. وهذا الصحابي عنده صورة البقرة مثلا، هذا عنده صور من آل عمران، آيات من آل عمران، هذا عنده آيات أخرى من آل عمران، ولكن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة تعلموا كيفية ترتيب الآيات والصور، علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام النبي علم هذا الترتيب للصحابة، الترتيب اللي هو موجود لأيامنا. مات عليه الصلاة والسلام والقرآن موجود في الصدور، القرآن موجود في الصدور وموجود في هذه الصحف التي هي عند الصحابة، أن هذا عنده صحيفة وهذا عنده صحيفة، ما كان مجموعا. في معركة اليمامة لما قاتل المسلمون أتباع مسيلمة الكذاب، قتل الكثير من القراء، من قراء الصحابة، ما كل الصحابة كانوا على درجة واحدة في القراءة في الحفظ. من الصحابة من يحفظ القرآن كله، ومن الصحابة من يحفظ 10 سور، من الصحابة من يحفظ 20 سورة، وهكذا. نعم. ففي هذه المعركة قتل الكثير من القراء، فأشار سيدنا عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن خوف الضياع. الله تعالى حفظ القرآن، من حفظ الله للقرآن أن وفق أبا بكر وعمر لهذا الأمر. نعم. أشار أبو بكر على سيدنا عمر أن يجمع القرآن، فجمع القرآن بين دفتين، بين دفتين، يعني هذا هو الجمع الأول. يعني جمع، أمر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الناس أن يجمعوا ما عنده من الصحف، وأمر سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يكتب، ومعه من الصحابة من يكتب، يعني قد يقال رئيس اللجنة كان سيدنا زيد بن ثابت ومعه من يكتب، فكان يكتب وكان لا يكتب إلا ما هو مكتوب على الصحف، وأتى كاتبه بشاهدين يشهدان أنه ما سمعا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى تشوف الضبط في جمع القرآن الكريم، الضبط في جمع القرآن الكريم كتب، وكان في مصحف، وكان هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه. شيخ يسأل سائل، ليش من الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هيدي العمل، هالقصة هيدي؟ لعله لحكمة، ولعله النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بهذا الجمع لأنه كان لا يعلم متى يموت صلى الله عليه وسلم، والقرآن كان يتتابع، كان ينزل،
يعني هو ما كان يعرف الرسول انه هذه اخر ايه نزلت عليه ما بينزل عليه من القران؟ الله تعالى اعلم. نعم الله طيب. اعلم سؤال شيخ. نعم. سيدنا ابو بكر ولكن البعض ذكر انه من الحكم ان النبي ما جمع القران لانه كان ينزل متتابعا. انه شيخ لانه في مشككين بتعرف هذا بالقران، في ناس تشكك بصحه هذا صحيح. الكتاب وهو صحيح قطعا نحن نؤمن بذلك، ولكن هذا المشكك بيقول لك بهيدا الوقت اللي كان عم ينجمع فيه النسخ ربما احد الصحابه عمل هيك او خبى او شيء. هو ذكرت انا انه سيدنا ابو بكر امر زيد بن ثابت الا يثبت الا من جاء ومعه شاهدين، ومعه شاهدين. يعني شوف الدقة بالضبط والنقل، مش مجرد أنه مكتوب، مش مجرد أنه مكتوب. الصحابة لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالقرآن؟ نعم. هذا معروف عند أهل العلم. نعم. ومع ذلك سيدنا أبو بكر كان يصر على إيش؟ على أنه يجيب 2 من الشهود يشهدوا أنه سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المصحف كان عند سيدنا أبي بكر، مات أبو بكر كان عند سيدنا عمر، مات عمر فكان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. فبعد ذلك وكان الناس عندهم المصاحف، هذا عنده مصحف وهذا عنده مصحف، وكان هناك خلاف في بعض المصاحف لأمر سأذكره الآن إن شاء الله. نعم. خلاف في بعض المصاحف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ الصحابة والقرآن، خلينا لو حكيناها هلا حتى يسهل على السامع. نعم. القرآن نزل على 7 أحرف، يعني على 7 أوجه في اللغة العربية. القرآن نزل في قوم أميين، في قوم أميين يغلب أو يصعب عليهم أن يقرأوا بوجه واحد الذي هو وجه مثلا الوجه الذي يقرأ به قريش أو تقرأ به قريش. فنزل القرآن بما يوافق كل القبائل، يعني كل قبيلة كأنه عندها لهجة شيخ، مثلا لهجة أو بعض الأحيان يختلف بالإفراد والجمع، بعض الأحيان مثلا يختلف بالتقديم والتأخير، بعض الأحيان يختلف بالإبدال فتبينوا فتثبتوا مثلا. يعني هناك أوجه 7 ذكرها أهل الاختصاص. نعم. وذكروها وبينوها وشرحوها، وهذه السبعة الأحرف 7 تتعلق بلهجات العرب وبأسلوب القراءة، مش أن القراءات 7، القراءات 7 شيء آخر، شيء آخر، إنما هذه الأحرف 7 هي الأوجه 7 التي نزل بها القرآن، مثل ما قلنا مثال على ذلك الفتح والإمالة والتقليل. مثلا بعض العرب يقرأ والضحى، بعض العرب يقرأ والضحى التقليل، بعض العرب يقرأ مثلا والضحى مثلا، بعض العرب مثلا عنده إمالة للهاء إذا وقف عليها مثلا فلنحيينه حياة طيبة مثلا، طيبة طيبة مثلا. بعض العرب مثلا يسهل الهمزة مثلا، هذه كلها أوجه عند العرب. ومثل ما قالت العرب بالغالب إيش؟ أميين. نعم. يصعب عليهم أن يقرأوا بلسان واحد اللي هو لسان قريش. وهذا القرآن الله تعالى وصفه وصفا عظيما فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ميسر، لذلك نزل على 7 أحرف. فكان عليه الصلاة والسلام يقرئ هذا الصحابي بهذا الوجه ويرسله ليعلم، ويقرئ هذا الصحابي بهذا الوجه ويرسله ليعلم، كل إلى حسب القبيلة اللي هو بحسب القبائل أو بحسب مثلا الجهات التي أرسل إليها. يعني مثلا عبد الله بن مسعود أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بوجه معين، فذهب وأقرأ مثلا أهل الكوفة، أهل الكوفة بالعراق، أهل الكوفة بالعراق مثلا قرأوا على سيدنا مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مثلا زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي كلاهما قرأ على عبد الله بن مسعود مثلا. نعم. وهما يعني أبو عبد الرحمن السلمي
وزر ابن حبيش أقرأ عاصم من أبي النجود. نعم. وعاصم أقرأ شعبة أبو بكر ابن عياش، وأقرأ حفص اللي نحن شو بنعمل نقرأ بالرواية اللي بيقرأها هو بيقرأ بالرواية. يعني نحن نقرأ حفص عن عاصم عن. أيوة نحن بنقرأ برواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم. نعم. يعني سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على عدة على يعني عدة من الصحابة. حلو. نعم. فهكذا نزل القرآن على سبعة أحرف، هذا تسهيل. يعني لما خاصم سيدنا عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، بعض الصحابة كان إماما في الصلاة، فسمع سيدنا عمر منه سورة قرأها بوجه ما قرأه هو على رسول الله، وسيدنا عمر رضي الله عنه عنده الغيرة على الدين، فأخذ هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا يقرأ بخلاف أو بغير ما أقرأتني، معنى الحديث. نعم. يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ ذاك الصحابي فقال هكذا أنزلت، ثم قال لسيدنا عمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. يعني في اقرأ على أي واحدة من هالسبعة أكيد أحرف يعني الصحابة اللي قرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام بقرأوا كما قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش على كيفه هو الصحابي، هو قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام بوجه يقرأ كما ويقرأ كما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحضر شيء أمثلة شيء. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ هذا الصحابي بعدة أوجه يقرأ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فالصحابة الكرام راحوا وعلموا الناس وانتشرت حينها القراءات. ونرجع لموضوعنا شوي، أنه في عهد سيدنا عثمان قلنا الصحابة كل واحد منهم كان عنده المصحف اللي قرأوا واللي ضبطوا بحسب ما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بما يوافق الأحرف السبعة. ثم حصلت فتنة في أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه، كاد يصير اقتتال بين بعض الناس، هذا يقول قراءة عبد الله بن مسعود أصح، وهذا يقول قراءة علي بن أبي طالب أصح، وهذا يقول قراءة زيد بن ثابت أصح. هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف بين من جاء بعد الصحابة، يعني مش من الصحابة إنما من جاء بعدهم. سمع هذا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، نعم، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى سيدنا عثمان وأخبره بالذي جرى وقال له أدرك أمة محمد قبل أن يصيبها ما أصاب غيرها من الأمم من الاختلاف يعني في الكتاب. فسيدنا عثمان طلب من سيدنا زيد بن ثابت اللي كتب المصحف أول مرة، أبو بكر، أيوة، نعم، أمره أن يجمع الصحف أو المصاحف اللي عند الناس وأن يكتب مصحفا، أن يكتب مصحفا موحدا اللي هلا نحن بنقول عنه الرسم العثماني، الرسم هلا الخاص بالمصحف، تفتح المصحف له رسم خاص، نعم، هيئة خاصة. مثلا كلمة الكتاب ما بتلاقي فيها ألف لأنه قد تحتمل الكتاب والكتب مثلا، نعم. كلمة السماوات ما بتلاقي لها ألفات كبيرة مثلا، إنما ألف خنجرية تشير إلى الألف، وهكذا مثلا كلمة الصلاة، كلمة الزكاة إلى شكل معين، نعم. هذا رسم يقال له الرسم العثماني لأنه رسم بين يدي، كتب يعني هذا المصحف بين يدي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. عثماني لعثمان بن عفان. أيوة، عثمان بن عفان، لا سيدنا عثمان، نعم، بن عفان، لأنه كتب بين يديه وكتب بأمره. حلو. بأمر الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه كتبه سيدنا زيد بن ثابت ومن معه، وأمرهم إذا اختلفوا في كلمة أن يكتبوها بلسان قريش، إذا اختلفوا أن هذه الكلمة كيف تكتب فأمرهم أن يكتبوها بلسان قريش لأن قريش هي أفصح قبائل العرب. وهكذا صار هناك مصحف موحد، وأرسل منه سيدنا عثمان إلى الأمصار، إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام وهكذا. ثم بعد ذلك
القرآن نقط، القرآن نقط وصار عليه العلامات الموجودة. يعني هون فيها مسألة مهمة، مسألة مهمة، إنه القرآن لم يكن مجموعا فجمع، هذا أمر محدث بعد هذا رسول أمر الله محدث صلى الله عليه وسلم. لم يكن على رسم واحد فصار على رسم واحد، كمان هذا إيش؟ محدث، هذا بدعة، ولكن بدعة إيش؟ حسنة. بدعة توافق الدين، بدعة توافق الدين. طيب، قد البعض يقول لك إنه هذا فعله الخلفاء. نعم، لم يكن في عهد الخلفاء منقوطا، ما كان منقط، ما كان على نقط، أحدث بعد ذلك. بس القرآن هذا بعد ذلك بالقرآن، يعني النقط القرآن نقط بعد ذلك في عصر التابعين، أحد التابعين هو الذي نقط المصحف. نعم، هو الذي نقط المصحف. ولم يكن فيه علامات التشكيل، علامات التشكيل اللي هو الفتحة والضمة والكسرة، أحدث بعد ذلك. يعني هذا كله لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدث في أمر هو الأصل الأول من أصول الدين اللي بنرجع له. نعم، يعني أصول الدين أربعة: القرآن، السنة، والإجماع، والقياس. نعم، أليس كذلك؟ صحيح. الأصل الأول ما هو؟ القرآن، الذي يرجع إليه في أمور العقائد، يرجع إليه في أمور الأحكام، في العبادات وغير ذلك. ومع هذا أحدث هذا الأمر في القرآن الكريم. طيب، بعض الناس ينكرون أمر البدع الحسنة، بيقولوا إنه البدع كلها سيئة. ماذا يفعلون في هذه البدعة؟ ماذا يفعلون؟ يشيلوا النقط، بدون يشيلوا النقط من المصاحف لا يستطيعون، بدون يشيلوا علامات الوقف والابتداء لا يستطيعون. هو هيك وأنجع عم يعرف يقرأ شيء. يعني القرآن مشكل مضبوط، وهلا صار فيه بالألوان كمان، الأحكام بالألوان. صحيح. ومع ذلك كثير من الناس، الكثير الكثير من الناس لا يحسن قراءة القرآن. فكيف لو كان القرآن على النسخة الأولى، يعني مكتوب سيدنا أبو بكر بالخط الكوفي القديم، الخط الكوفي القديم من غير نقط، من غير نقط، بدون نقط. نعم. فكيف بده يقدر يقرأ القرآن على هذه الهيئة؟ منقط، مشكل، مضبوط بعلامات الوقف والابتداء، وملون، بعض المصاحف ملونة من حيث الأحكام، وفي علامات ضبط معينة تسهل على القارئ، ومع ذلك والشيخ قاعد فوق راسه، شيخ عم يدرس وبيغلط. بعض الأحيان الشيخ بيكون قاعد فوق راسه وبيغلط وبيقول لك بختم القرآن مرتين برمضان. تبارك الله. فإذا هكذا وصل القرآن إلينا مكتوبا. نعم. يعني ما كان مجموع، جمع، ثم جمع جمعا آخر، يعني الجمع الأول في عهد سيدنا أبي بكر، ثم الجمع الثاني في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك صار التنقيط وصار الشكل، الفتحة والضمة والكسرة. نعم. يعني أول أمر ما كان مشكل ولا كان منقط، حصل التشكيل والنقط. ثم بعد ذلك وضعت العلامات، نهاية الآية والأرقام وعلامات الوقف والابتداء، إلى أن وصل إلى هذه الهيئة في أيامنا. نعم. إلى أن وصل إلى هذه الهيئة. ومن هون شيخي عثمان منقول جامع القرآن. نعم، الجمع الثاني. الجمع الثاني. الجمع الثاني. أما الذي جمعه الجمع الأول هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإشارة من سيدنا عمر، لما أشار عليه سيدنا عمر هذا، قال: كيف نفعل أمرا ما فعله رسول الله؟ فقال: والله إني لأجده خيرا. أوي شيخي، بدنا نرجع نعيدها إذا بتريد. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: كيف نفعل أمرا ما فعله رسول الله؟ النبي ما جمعه. أبو بكر الخليفة كان. الخليفة. عمر شو كان دوره؟ كان صحابيا. نعم. كان من أهل المشورة، كان يشاور. إجا قال له لأبو بكر بدنا نجمع القرآن. أيوة. سيدنا عمر لما رأى كثرة القتل بين القراء خشية على القرآن، فأشار على سيدنا أبي بكر بجمع القرآن. سيدنا أبو بكر مثل ما بيقول بعض فوجئ في بهذا الأمر، لأنه بعد ذلك تقبل هذا الأمر. قال: كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما فعل هذا، كيف نفعله؟ فقال: والله إني لأجده خيرا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وفما زال يراجعه، يعني بيتكلم معه، بيحكي معه، بيشرح له،
حتى شرح الله صدر أبي بكر، شرح صدره لها الأمر. يا سلام. فلما جابوا سيدنا زيد بن ثابت وأخبروه، طلبوا منه الأمر، قال كمان كيف نفعل أمرا ما فعله رسول الله؟ فما زالا يتكلمان معه حتى شرح الله صدر زيد، وحصل ما حصل من الجمع، ثم الجمع الثاني، ثم الضبط، إلى أن وصل إلى أيامنا. وفي أيامنا نقرأ القرآن بهذه المصاحف المكتوبة، وهلأ كمان على المحمول في مصاحف، بالكمبيوتر في مصاحف، وهكذا. نعم. والحمد لله رب العالمين على ذلك. الله تعالى حفظ هذا الكتاب، لو لم يكتب، لو منه موجود بالمصاحف، لو منه موجود عبر الهاتف، الله تعالى حفظه. الله تعالى قال في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خلاص انتهت، ما في مجال. الله تعالى سهل قراءة القرآن وسهل حفظ القرآن للأطفال. يعني بعض البلاد لهن أعاجم، مش عرب، أعاجم، ما بيعرف من اللغة العربية أبدا شيء، ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن كأنه عربي أصلا، يعني أصله عربي. نعم. بيقرأ القرآن ويحفظ القرآن. قديش عمره؟ 7 سنوات. أعجمي 7 سنوات يحفظ القرآن، 10 سنوات يحفظ القرآن. أعجمي، أعجمي، مش إنه عربي، من لغته العربية، من لغته، ومع ذلك يحفظ القرآن. حتى من الناس، من الأطفال عمره 5 سنوات، الله تعالى سهل على لسانه حفظ القرآن فحفظ القرآن. والبعض أقل من ذلك، الله تعالى سهل عليه حفظ القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم. طيب، هذا الحفظ والتسهيل هو من حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن الكريم. نعم. لو حاول أعداء الدين أن يشوشوا، لو حاول أهل أعداء الدين أن يزوروا، لن يستطيعوا، لأن هذا القرآن محفوظ. نعم. هذا القرآن محفوظ. شيخ، هذا الأمر منه موجود بالأمم الماضية، يعني حفظ الكتاب. يعني اليهود لعنهم الله، لما عزير كان حافظا للتوراة، ماذا قالوا؟ عزير ابن الله، لو لم يكن ابنا لله لما حفظ التوراة. نعم. شوف الشيء العجيب الغريب اللي عندهم، والعياذ بالله تعالى، ما كان عندهم حفظ، ما كان عندهم حفظ. نعم. لكتابهم، حتى كتاب لم يحفظ وزور وبدل، الله تعالى لم يحفظ هذا الذي بين أيديهم. أما القرآن الكريم، الله تعالى حفظه من التبديل، حفظه من التغيير، حفظه من التزوير. نعم. كل ما فيه، كل حرف من القرآن الكريم، كل حرف من القرآن الكريم، سواء كان برواياتنا أو بالقراءات العشر، يعني بالروايات العشرين، بالأوجه الكثيرة والطرق الكثيرة، كل هذه القراءات والروايات والطرق والأوجه نقلت حرفا حرفا بالتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا، سلسلة موصولة، بسلسلة. يعني كل قارئ قرأ رواية عنده سند بالرواية، أو قرأ قراءة يعني مع الراويين عنده سند بهذه القراءة، قرأ طريقا مثلا من الطرق عن الرواة له سند، وهكذا وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا وسلم. هذا الكتاب محفوظ. فضيلة الشيخ، في الحديث عن أن هذا الكتاب محفوظ من التحريف ومحفوظ بحفظ الله له، يعني بعض الناس نشروا من فترة ما كتير بعيدة أنه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. البعض قال أنه بلا، حرفنا الكتاب وشالوا غيره، فصار اللي كاتبينه هن ومن يبتغي الإسلام دينا. طب هيدول إذا طبعوا هالنسخة، وإن عم يقولوا طبعوها، كيف بيكون نحن؟ من يقرأ بهذه النسخة؟ من سيقرأ بهذه النسخة؟ هن أهل الإسلام لا يقرأوا بهذه النسخ. يعني إذا قلنا طفل صغير، طفل صغير يقرأ فيظهر عنده أن هذا خطأ، طفل صغير يقرأ فيظهر عنده أن هذا خطأ، فكيف بمن هو كبير؟ كيف من هو حافظ للقرآن الكريم؟ مهما حاولوا
مهما حاولوا. لعل البعض نعم لعل البعض حاول أن يشوش ويشوه في المعاني ويحرف في المعاني، وبسبب التحريف المعاني ضل من ضل. نعم، ولكن كلمات القرآن وألفاظ القرآن هذه ألفاظ حفظها الله تبارك وتعالى، ألفاظ فيها إعجاز، ألفاظ فيها إعجاز، من إعجازها أنها محفوظة من التغيير والتبديل. من أول ما بلشت شيخ أنت بالكلام وأنا عم جرب صيغ السؤال، فقلت لي مين بده يقرأ فيها؟ لهالنسخ اللي هن مين بيقرأ؟ يعني مثلا لو كتبوا ما كتبوا، من سيقرأ بهذه النسخ؟ يعني بفضل الله تعالى في حتى في أيامنا كل نسخة من القرآن الكريم تطبع يراجعها كثير من القراء، من الحفاظ، من علماء القراءة والضبط، من المتقنين. نعم، يعني هلأ من فترة يعني من كم من نحو 50 سنة 60 سنة كان في حفاظ، كان في قراء وعلماء قراءة، الشيخ مثلا الشيخ علي محمد ضباع رحمه الله، هذا كان راجع مئات المصاحف، نسخ الأمهات يعني. نعم، مش أنه نسخ، إنما أصلا نسخة كان يراجع ويضبط، وغير رحمه الله الشيخ عبد الفتاح القاضي كمان وغيرهم من قراء مصر وقراء الشام وغيرهم. شيخي ذكرت أن يعني القرآن يعني ما في مصحف بيطلع إلا وفي من مراجعه، مش واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، قد 10 يراجعوا هذه النسخة قبل أن تطبع. نعم، يراجعوها من حيث الكلمات، الحروف، بعد الحروف مناسب، بعد الحروف عن بعض البعض والكلمات عن بعض البعض ولا لا، التشكيل الشكل محطوط بمحل ولا لا، شوف لها الدرجة مراعاة دقيقة يعني. أيوة، لأمر القرآن الكريم. نعم، فضيلة الشيخ ذكرتم أن القرآن نزل على 7 أحرف، ومنها أنه مثلا نحن بنقرأ برواية حفص عن عاصم، شو في روايات أخرى مثلا قلت بيقول والضحى؟ نعم، في قراءة هذه رواية مين؟ القراءات الأحرف 7 منها القراءات 10 من الأحرف 7، لأن الأحرف 7 هو شيء أوسع بكثير من القراءات 7 أو القراءات 10، لأنه أوجه في اللغة العربية، أوجه في اللغة العربية، يعني القراء 10 الذين قرأوا على مشايخهم ومشايخ قرأوا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قرأوا بأوجه قرأوها من القرآن الكريم، ولكن هناك كذلك أوجه لم تصل إلينا، ما وصلت إلينا في قراءات، ما وصلت إلينا يعني إنما القراءات. نعم، نعم، القراءات التي ضبطت، القراءات التي ضبطت وصلت إلينا بالتواتر ويقال عنها قراءة، هذه القراءات 10 بالروايات 20 بالطرق الكثيرة اللي مذكورة بكتب القراءات. نعم، يعني العلماء وضعوا شروط وقيود حتى تكون هذه القراءة تسمى قراءة. نعم، يعني أولا يكون موافق لمصحف الإمام، المصحف العثماني ولو من بالتقريب يعني، وكذلك يوافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، كذلك لابد أن ينقل بالتواتر. نعم، لابد أن ينقل كذلك بالتواتر، يعني إذا لم ينقل بالتواتر هذا لا يقال عنه قراءة، لا نقرأ به. نعم، فهذه القراءات 10، هلأ القراءات 7 يعني قراءة الإمام نافع المدني براويه قالون عيسى بن مينا قالون وورش. نعم، هذه قراءة، وعبد الله بن كثير المكي براويه البزي وقنبل، وقلنا كمان كل راوي له طرق، في طرق الشاطبية وطرق الطيبة، يعني هذا باب واسع جدا، وفي أوجه كمان بالقراءة غير الطرق. نعم، غير الطرق في أوجه كمان في القراءة، وفي يعني ذكرنا نافع المدني ثم عبد الله بن كثير المكي رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك البصري أبو عمرو البصري، ثم بعد ذلك
عبد الله ابن عامر الدمشقي الشامي، ثم بعد ذلك عاصم الكوفي، ثم حمزة الكوفي، وعاصم أكيد نذكره أنه عنده شعبة أو يعني شعبة وحفص، نعم. وعن حمزة عنده خلف وخلاد، والكسائي كذلك أبو الحارث والدوري، وفي قراءة أبي جعفر المدني، وكمان قراءة يعقوب البصري الحضرمي، وقراءة خلف العاشر. سموه خلف العاشر لأنه هو يروي كذلك عن الإمام حمزة بن حبيب الزيات، أحد رواة حمزة، ثم بعد ذلك انفرد بقراءة، فالذي انفرد به يقال له قراءة خلف العاشر. نعم شيخي، والضحي على أي قراءة؟ هلا والضحي أيدي بعدة قراءات، منها قراءة خلف عن حمزة، أو رواية خلف، بدنا نميز لأنه في بنقول رواية وقراءة. القراءة هن العشرة اللي عديتهم فوق، الرواية هن القراءة التي تنسب للقارئ، نقول قراءة عاصم أوكي مثلا، نعم. أو قراءة نافع، قراءة نافع، رواية مثلا ورش عن نافع، أيوة رواية ورش عن نافع مثلا، نعم. طريق الأزرق أو طريق الأصبهاني مثلا، يعني هذه اسمها طريق، يعني عم تحرصني شيخ لن نستعمل الشيش نشجر الموضوع ونعمل عليه برنامج كامل. نعم هو شيء جميل يعني الناس يكون عندهم فكرة يعني لهذا الأمر، مهم جدا أن يكون في عند الناس فكرة. أنا شيخ بدي هلأ أوعد الناس مش بهالبرنامج، ولكن أعدكم بإعداد برنامج مفصل كامل عن القرآن الكريم بإذن الله ومشجر. هذا شيخ قبل هلأ أنت حكيتني فيه سنة الماضية، نعم، بس ما صار لي وقت، بس هلا عم بوعد الناس لحتى اكمش حالي انه انا واعد الناس بدي اشتغل اكيد عليها. يعني علم عن القراءه علم واسع جدا، نعم، من اوسع العلوم يعني، نعم، ولانه لكل قراءه لنا رواه، لكل رواه طرق واوجه، نعم، بده تفصيل، بس الكلام عنه حلو انه الشخص يفهم هذا الامر. شيخ ورش عن نافع مثلا، وضح هذا مثلا ورش مثلا بيقرا مثلا بالتقليل، بالتقليل يعني ما بين الفتح والاماله، يعني لنقرب للناس نقول الفتح عمودي، الكسر افقي، الاماله بينهما يعني 45 زاويه 45 تقريبا يعني، نعم، يعني بعض الاحيان بقرب هيك يعني، نعم. التقليل ما بين الإمالة والفتح، يعني مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وهذا وجه عند ورش، في ورش عنده كمان وللآخرة بمد حركتين بس اكيد بينبني علي امور، وفي عنده وجه ولا لاخره أربعة وستة كمان، وكل مد يبنى عليه امور، عشان هيك عم بقول لك انه امر واسع جدا، ولكن يعني هذا وجه من الاوجه عند ورش مثلا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا في رواية ورش لقراءة نافع المدني رضي الله تعالى عنه. أما مثلا بحمزة بيقرأ والضحي، مش والضحي للإمالة أكثر، أيوة إمالة أكثر، أكثر من 45. والليل إذا سجى، أما سجى عادي، ليش بيختلف؟ لأنه عنده هكذا هي بالأصل قرأت، وفعلا شيء باللغة العربية، لأنه سجى أصلها من السجو أو شيء يعني، يعني كله مربط بأمور على قواعد، مش كل قراءة لها توجيه في اللغة العربية، نعم، يعني على أصل باللغة العربية، في كتب ومراجع كبيرة ودراسات عن توجيه القراءات العشر، نعم، توجيه القراءات العشر، يعني كل قراءة شو أصل باللغة العربية
ونحو ذلك. شيخ، شو أكثر قراءة بالإمالة، أكثر الإمالة أنت هو قراءة أو رواية خلف لقراءة حمزة؟ في شيء أنت قارئه شيخ؟ مثلا مثل كنا حنقرأ هيدي، بيقرأ مثلا والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولى مثلا. وعنده السكت على الهمس إذا كان قبله ساكن، يعني بقواعد يعني أكيد مضبوطة. وفي كمان الإمالة على الهاء، الهاء المعقودة، يعني التاء المعقودة، التاء المربوطة. يعني مثلا هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني في وجه كمان خاشعة بتفصيل، يعني في قراءة الكسائي. الكسائي المعروف اللي هو إمام من أئمة النحو كمان. الكسائي هو نفسه ذاته اللي عنده هو نفسه قراءة. إمام النحاة في الكوفة. نعم نعم. فضيلة الشيخ، حديث ممتع جدا وحقيقة يحتاج لأكثر من هيك كثير وقت، ولكن وصلنا لختام الوقت وما خلصت كل الأسئلة اللي ببالي حابب أسألك إياها هون، على أمل اللقاء كمان بحلقة جديدة إن شاء الله تعالى. بدي أشكرك فضيلة الشيخ يحيى الرفاعي الأزهري على هذا الوقت. نسأل الله لنا ولكم القبول. بارك الله فيكم. مستمعين القبول إن شاء الله. آمين. متابعين الكرام، أشكر لكم متابعتكم هذه الحلقة، ترقبونا في حلقات متتالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان، رمضان كريم، رمضان. رمضان كريم، رمضان.